السعودية شاعرنا الجميل راكان بن ملاهي. أبو ملاهي مساك الله بالخير والنور والسرور. يا مرحبا ومسهلا يا عبد الله، الله يمسيك بالرضا والسرور، ومسي عليك ومسي على الأخت شيمة ومسي على المستمعين والمشاهدين، ومرحبا بكم وسهلا. حياك الله يا راكان، وسعيدين أكيد في بداية سماع صوتك معنا عبر الأثير. لو كنت موجود في السلطنة ترى على طول في الاستوديو، لكن المشكلة المسافة البعد اللي بينه وبينك حاليا. الجسد في المملكة العربية السعودية، ولكن أفا عليك يا أبو ملاهي، أنت بعيد بالدرب لكن قريب من القلب يا أبو ملاهي، موجود معانا أنت. هذا أمر مفروغ منه، أنا ضد مقولة اللي بعيد عن القلب بعيد عن العين. أكيد أكيد دائما قريب من القلب يكون. أنا الحين قاعد الحين يعني أشوف الكلمة اللي بعيد عن القلب اللي بعيد عن العين. يا ستركز فيها شيء ما. قاعد أركز فيها على أساس أشوف راكان وعبد الله لوين بيوصلوا معانا اليوم في هالمساء. أول شيء وملها، أنا وايد سعيد إنك موجود معانا اليوم، وخلينا أوجه أيضا تحية لكل المتابعين واللي دائما يدعموا راكان اللي موجودين في بث التويتر، نمسي عليهم بالخير. نقولهم منورين البث ودائما منورين على يعني على الشبيب اف ام. وانا خاطري يا ابو ملاهي اهديك شيء قبل لا نبدا هذا اللقاء. الكل اذان طاغيه، يلا خلينا نسمع شيء. ما جاهز؟ جاهز يلا. حالف اليوم عبد الله يهديك الاغنيه. اول شيء لان انا تابعت ابو ملاهي على تويتر وكان منزل تغريده امس، يبارك الليل الزعيم الهلالي، مبروك اول شيء تحقيق بطوله الدوري. رغم انك انت تتمناها اتحاديه ابو ملاهي، لكن يستاهل الزعيم بعد. الحمد لله، الله يحقق امنياتك كلها للاميه هذه. قلامي لا لا يا ابو ملاهي، تونا حلوين تونا بادين. احنا ما بعض حلوين الا في الحاله هذه. انا معك فيه عاد، يعني هو بروحه بغى حق نفس اليوم عبد الله، ما بغى شر من البدايه. عفا عليك ابو ملاهي، تم بمقوله الثالثه ثابته، أؤمن بالمقولة الثالثة ثابتة في حالة واحدة بس، إلا الاتحادي. هي سالفة متعصب طلعت يا أبو ملاهي، طلع المتعصب إلا لكل خصم ضد نادي. إيه متعصب. طيب راكان، أنا هنا لحد النقاء. عفوا عليك، تستاهل البطولة. بس بالمناسبة هذه أنت ذكرت شيء مهم يا عبد الله، وهذا من طيب أصلك وأنت إعلامي المحنك، ولا يطوفك الشيء هذا بحكم أني صرت المتابعين سواء في تويتر او اللي في سواء الداعمين راكان بشكل عام. انا للامانه اوجه لهم رساله من هذا المنبر اللي انا اتشرف اني انا اظهر فيه صراحه معكم مع اخت شيماء، اللي هم الوقود الحقيقي راكان بن ملاهي، اشكرهم جزيل الشكر. الكلمات لا تصفهم. نعم يعني هو اللي يتحدث. نعم يعني لاني اقول اللهم لك الحمد، تمام اني نجاحاتي بتواجد وهم السبب على ما أنا عارف. راكان كأن الصوت شوي يتقطع. يقطع لأن يمكن صوتي شعوري قاعد يسابق صوتي. أنا والله أنا قايلك لا تسألي شاعر عن مشكلة صايرة. أي بدي فيها الكلام، ترى موجود عند مصليت مع النبي ما شاء الله عليه. قالك الشعور يسبق القول. إذا صوتي يقطع في الكلام اللي قلت، أنا مستعد أعيده مرة ومرتين وثلاثة وأربعة. تحقون إني أعيد الكلام هذا. الله يعزك عزيز وغالي يا أبو ملاهي، وهذا من كرمك وطيب بصلك ومعدنك الطيب شعرنا الجميل. خلينا نسولف. يعني أنا بمانة كنت قاعد أتابع البث وقاعد أقرأ تعليقات المتابعين الموجودين، فأعطوني كذا كم حاجة بحاول أن أمط من عند المحاور وأسحب المحاور وأسألك إياها على هو، ويا رب أسمع أن يكون أجيب العيد من بعض الكلمات اللي خضيتنا أنا من البث. خلينا أول شيء يعني معك راكان، إيش سر هذا القبول؟ يعني ما شاء الله صليت بك على النبي من الجمهور الكبير اللي عندك. هو أولا القبول من الله سبحانه وتعالى، والله يجعلنا من مقبولين عنده وعند خلقه. ثاني ممكن أحد الأسباب، هو أنا معتبره سر، أحد الأسباب الصوت ما قاعد يوصل، الصوت ما قاعد يوصل راكان، يقطع كثير، يقطع الصوت اللي يقطع. هي فإذا كنت في مكان مثلا مغلق ولا شيء زين، شو المكان شوي مفتوح عشان انه بس الشبكه. طيب خلني اغير المكان. اجل خذ راحتك، احنا والبث تحت امرك. يا بعد راسي فوق الامر. ادرينالين. طيب ادرينالين
طيب كذا الصوت واضح؟ عسى انه ما يقطع الحين واضح. ممتاز. طيب كنا نتكلم عن مسألة القبول الجميل هذا من الجمهور اللي موجود عندك. القبول زي ما قلت لك القبول من الله سبحانه وتعالى، والله يجعلنا من المقبولين عنده عند خلقه. لكن هي صارت زي ما تقول سبحان الله من بعد المعرفة التامة الراي كان عن طريق البرنامج الواقعي، من بعدها الانطلاق، ومن بعدها ظهوري في السوشيال ميديا تقربت منهم أكثر، وصار بيني وبينهم زي ما تقول كيمياء خاصة. يعني صار بيني وبينهم يعني صار يفهمون أنا وش أبي، صرت أنا أفهم وش يبون، ومشينا على المنوال هذا إلى أن وصلنا أن خلاص يجمعنا. يعني جالسين تحت سقف الصراحة، صريح معهم وصريحين معي، وعارفين وش أبي منهم، وعارفين هم وش وأنا عارف هم وش يبون مني. فهذا هو باختصار يعني بدون فلسفة تام. جميل. طيب نتكلم يعني بما أن هذه المساحة نحن خصصناها أنها تكون مساحة شاعرية بشكل أكثر، ويعني حتى قبل الهوى كنت أقول لك ها وش بتسمعنا اليوم راكان، فخلينا عبر هذا الأثير وأيضا لكل من يسمعنا حاليا نسمع بعض الكلمات الجميلة من صوت راكان بن ملهي. طيب أهم شيء بس لأن القصيدة هذه غالية علي، فهل الصوت واضح ولا الموضوع أبقى؟ والله واضح لحد الحين، بس يا رب أنه ما يتقطع إن شاء الله، أنه تكون أمور طيبة. أنا معاك على الخط، إذا قطع طيب. بقول لك تعيدها لأنه بما أنها وايد غالية هذه القصيدة. طيب يقول سلام لأهل عمان تقدير وإحسان، سلام من سحب المودة مصبة، يرسم فراضيكم من الورد بستان، ويفوح عطر مع حبايب تهبة، وفعالكم ما هي بتحتاج برهان، مدري ويش أقول فيكم وشدة، بس الأكيد إخوان وأكثر من إخوان، دام الغلافينا كذا دون سبة، لكباركم وصغاركم قال راكان، الشعب كله يستحق المحبة، وإخوان أخو نورة وقابوس سلطان، الكل منهم في المعالي مرب. الله الله، الكل منهم في المعالي مرب. يا سلام عليك يا أبو ملاهي، ما قصرت. وهذا يعني كلام جزل وجميل جدا من شاعر أجمل. يعطيك العافية يا راكان. وأنا يمكن يعني لكل من قاعد يتابعنا الحين، كل من قاعد يسمعنا عبر أثير الشبيبة، راكان بن ملهي الشاعر السعودي هو أحد نجوم برنامج كاريزما، وصاحب اللي حقق المركز الأول في هذا البرنامج على قناة الواقع الافتراضية. فبما أني أنا اتطرقت لهذه النقطة، راكان زين تخبرنا عن هذه التجربة. التجربة للأمانة جدا جميلة، لكن للتوضيح أنا خذيت ممكن المركز الأول في قلوب الناس، لكن المركز الأول ما كنت أنا اللي حصلت عليه، حصل عليه أخوي وليد. أنا حصلت على راية، حصلت على الراية. والشيء الثاني البرنامج للأمانة يعني استفدت منها الشيء الكثير جدا، يعني من ناحية سواء المعارف، من ناحية خبرة في الإعلام، من ناحية أن ظهوري على الإعلام، من ناحية أن أتعرض على الشاشة وعلى الظهور على الكاميرا. يعني باختصرها لك أني استفدت أشياء كثيرة لا تحصى، لو بتكلم عنها ما راح يكفي الحلقة هذه صراحة. أكيد يعني كانت تجربة مليانة بال يعني المواقف العديدة اللي جمعتك أكيد مع كثير من الأشخاص، ولكن إذا هنا نقول إنه هل تغيرت شخصية راكان من بعد تجربة برنامج الكاريزما؟ فعلا أنا كنت أؤمن بمقولة الطبع يغلب على التطبع، إنه مستحيل إذا كنت أنت يعني مستحيل إنك كنت إذا كنت متعود على شيء أو على طبع معين إنه يتغير فيك. لكن اكتشفت إن فيك صفات تقدر تغيرها يا الإنسان. أنا كنت شخص على الصعيد الشخصي قبل البرنامج من أكثر الأشخاص اللي يجامل، يعني ممكن أجامل على حساب نفسي. بعد البرنامج الشخص أو الصفة هذه تخليت عنها وقدرت أتنازل عنها. كنت أؤمن بمقولة إن القناعات تتغير، لكن ما كنت أغير بعض قناعاتي. بعد البرنامج هذا قناعات كثيرة عندي تغيرت. كان سقف طموحي بسيط جدا، بعد البرنامج صار كبير جدا أو عالي جدا. أشياء كثيرة تغيرت. جميل. طيب أنا خليني كذا في هذه المحطة، بما أنك أنت ذكرت إن أشياء كثيرة وايد تغيرت كراكان، يعني وخصوصا يمكن أنت اليوم شاعر معروف في أنحاء المملكة، إيش طموحك المستقبلي راكان؟ يعني إيش الشيء اللي أنت حاول إنك توصله بأي طريقة؟ أنا حاليا طموحي إني إن كل من دعم راكان أخليه يفتخر بالشيء هذا ويرفع رأسه بالشيء هذا، وإنه يصفق بدهشة ويصفق بحرارة، وإنه يستمر معي إلى ما لها نهاية.
هذا الشيء الأول. الشيء الثاني عندي أهداف وقاعد أمشي في خطة متوازنة يعني حلو. صح إن بعضها إلى الآن أحس إني ما قربت منها، لكن العزيمة تطغى على راكان وبإذن الله إني راح أحقق أهدافي. ودي أصرح لكن خايف أصرح، فعشان كذا محتار بين الأمرين. هذا الشعر ما يتهرب قدام أبو ملاهي، قدام لا تخاف قدام مرة روح على طول. هو المشكلة أنا ترى نكبتي في الحياة صاريها، يعني كل ما خبرت عن شيء ما يصير، فكل مرة هذه إني أتأنى بس. وأتوقع أنك تآمن بمقولة إن الشيء إذا قلت فيه ما راح يصير. ولا أقضى حوائجكم بالكتمان. أي أقضى حوائجكم بالكتمان. طيب طيب أبو ملاهي، يعني احنا بنسولف وايد، لكن خلينا قبل لا نسولف نسمع شيء ثاني من راكان. طيب فيها يعني انا كان بقول بصيبة ثانية، لكن في جاتني رسالة من شخص غالي علي وطالب الأبيات هذه فبقولها. يقول: وحشتيني ولا لي في الدروب، الدروب سوى دربش ودربش ماليا، عيني تمر قلوب وتحاول كثير قلوب، أنا أحبش حرصته في شراييني على اللي ما تأنت في جفاها، نوب على وجه المسا جرحي وسكيني كذا المكتوب، يا أصحابي كذا المكتوب من اللي فيه أنا، من هو يصحيني أحس بشي في صدري هنا مسلوب، أنا فاقد حبيبة غاية سنيني تعالي والعمر دون شملاها، عيوب وانا عذري حنيني تذرفها، عيني انا احبش محبه لو كساها ذنوب، مع الايام ربي في شغنيني، مع الايام ربي في شغنيني. الله 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 الله، صح الله لسانك يا ابو ملاهي، صح بدنك يا بدر. خليني كذا، انا توني بس شفت قدامي يعني كذا عباره بطرحها عليك على طول يعني راكان. ففي مره او في مقطع فيديو يقول ان في كلمات قاسيه صنعت من راكان بن ملهي شخص قوي ممكن يواجه الحياة. قاعد تنبش ترى شيء ما راكان قاعد تنبش. كلمات دقيقة أنا ما سمعت آخر كلمة بس إنه يدي على قلبي. وشو كلمات قاسية صنعت من راكان شخص آخر، إيش قصة؟ هذا أعتقد في لقاء كان صحفي. هذا أيوة. كلمات قاسية، هي في سبحان الله بعض الكلمات تكون لكمات ولا تكون لك كلمات، صحيح. بس مجرد أنها كلمات. بالضبط. فكنت توجهت لي كلمات أنا ما أعتبر هي قاسية جملة وتفصيلة، وفعلا ما هي الكلمات لكمات، بس كانت مفيدة جدا جدا لي، وكانت من شخص يعني كلامها يعني ما أقدر أقول لها دخل من هنا وطلع من هنا، يعني كلامها كان في الصميم في القلب، ففعلا غير مني الشيء الكثير، يعني غير مني زيادة. أنا بالنسبة لي أشعر أنه صرت أستوعب الحياة بشكل أو منظور ثاني، صار عندي مناعة من أشياء كثيرة في الحياة، وأولها مثلا أنك تتقبل الصدمات، أنك تتوقع من الله شيء تتوقع ولا تتنبأ بما يفعله الغير، أشياء كثيرة من كلمات بسيطة. كانت الكلمة اللي توجهت لي من أبوي الله يطول بعمره، كنت أسولف أنا وياه سالفة عادية، ففجأة كذا طلع خارج الإطار الموضوع نفسه وقال لي: وكان لا تحسب أن الدنيا كل يوم تضحك لك، ترى يوم من الأيام بتشرب كاس المر منها. الكلمة هذه أثرت فيني تقريبا أسبوع كامل، صح. أثرت فيني بشكل سلبي، يعني بشكل سلبي إذا أنا ما لو أنا ما فهمتها بعد ما استوعبتها أثرت فيني بشكل إيجابي، وكانت هي من بعد الله سبحانه وتعالى ترى مصدر قوة لي في أشياء كثيرة، وهي كلمة بسيطة. يعني يمكن القوة اللي جات في هذه الكلمة من الشخص اللي قالها، لأن فعلًا أنت تؤمن أن هذا الشخص اللي قالها ما من فراغ، قالها من تجارب مر عليها في الحياة، فاليوم يبي يحميك من هذه التجارب، يبي يبعدك من هذه التجارب اللي ممكن تكسر فيك في بعض الأوقات. ففعلًا أنا أتفق معك في هذا الكلام، ولما يجينا من شخص مثل الوالد يمكن إذا أسبوع وايد قليل يمكن أنت معك أشر هذه الكلمة، وفي كل موقف يصير لك أنت تتذكر هذه العبارة. فعلًا العبارة هذه كانت زي ما تقول صمام الأمان.
وانا اتوقع بصراحه ان شخصيه راكان في البدايه كانت شخصيه متهوره وايد، فلذلك يعني هالكلمات في البدايه اثرت عليه. لا قاعده تنفش، قاعده تنفش ابو ملاهي، ابو ملاهي يدك على قلبك قاعده تنفش ترى. ترى هذا اكثر شيء خطير في هاللحظه. اذا قدامها ورقه يا عبد الله اتمنى انك تقطع. مشكلتها بعيد عني، ماسك السيستم الاخراج وانا بعيد عن عاد، انا ما ادري خلي ورقه الموضوع كله وياي راكان. الله يستر. قول لي يا راكان، ها قول لا تتهرب من الموضوع. هو هذا الموضوع اللي قلت لك عليه انا، فهي اللي كان زي ما قلت لك كان قاسيه، لكن في نفس الوقت كانت صمام الامان بالنسبه لي الكلمات هذه. نعم ما بجاوب عليك شيء ما لك تطلع خلاص يعني، اعطاك الاجابه باختصار ما يجي دبلوماسي كل شيء عرض دبلوماسي دبلوماسي وطلعها دبلوماسيه ابو ملهي. طيب ابو ملهي يعني اوكي، طيب انا بمانه اللي قاعد موجود في البث المسي عليه بالخير، واي حد عنده سؤال بيوجهه لي راكان، انا موجود البث قدامي، فبس اعطوني السؤال وانا راح احوله له على طول على الهواء. في عباره، ايش قصه الشمس ابو ملهي؟ قال لك موجود قدامي، اذا شيء ما عندها اوراق انا عندي اشد عن الاوراق. ما عندي اوراق ترى. هذه قصيده وقصه. زي ما تقول ما هي قصيده زي ما تقول خاطره، بس انها كان لها قصه. وقصتها الاساسيه انا ما بعد قصيتها، انا قصيتها بكذا منظور، يعني بحكم اني شاعر فيحق لي ما لا يحق لغيري. ايوه. قصتها هي، بعطيكم قصة جديدة لها. هو كان فيه شخصين، أنا كنت جالس في مكان عام، هو الحقيقة أني أنا كنت جالس في مكان عام وكان في جنبي اثنين، فكرسي عليه الشمس وكرسي ما في عليه الشمس ظلال، فشخص منهم جلس في الكرسي اللي عليه الشمس وبعدها سحب الكرسي وقال هنا ما في شمس، فقلت أنا من أمس وهالمكان ما زارته شمس، لأنك أنت ما حضرتي، وان حضرتي سولف ظلالك وقال وينك امس. الله عليك. الله 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 عليك. طيب في ابيات ثانيه ايضا كانت لك راكان، واتوقع من الابيات اللي لها ايضا شهره معاكم بالمملكه، جيتني شايل احزانك وهم الدنيا في عيونك. اي هذه 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 قبليه ولا نبحث كامل صراحه، ما ادري الوقت هو خانك ولا اللي يحبونك. قلتها بصوتي هالمره راكان. انا بعطيكم ابيات برضو يعني احبها على الصعيد الشخصي. نسمع. يقول مظلوم الشاعر اللي غاب ثم جاب الجدايد، جدايد بعد ما غابت عنود القاف، جتني في وعدها قالت عيون المفارق دمعها بل الوسايد، قلت ويديني تمندل والله أن يصفي سهدها، قالت دهور الحروف تعس رضان الفرايد، والله إن كني عقيمة بشروها في ولدها، قلت في العيد التهاني من تباشير المعايد، يا نهار العيد عجل فرحتي تقبيل يدها، غطرفي يا نجد رملك مسك وغيوم القلايد، عن قهايزها القلايد والخفايا مرودها. الله عليك. الله الله الله، صح لسانك شاعرنا، صح حبك ابو ملهي. يعني انا ما بي انقل عاد كل سؤال يجينا على على البث، لكن الظاهر ان الجماعه عايشين وياك ما شاء الله في كل تفاصيل من تفاصيل حياتك، في كل مرحله هم موجودين معك المتابعين والجمهور. ابو ملهي يعني يا لك زرت عمان من قبل؟ للامانه ما بعد زرتها، ودي ازورها وان شاء الله قريب بزورها. هو ذا السؤال اللي جاينا من البث، متى تزور عمان؟ لي زملاء هناك واصدقاء في عمان واتشرف فيهم صراحه، وعلى الصعيد الشخصي انا احب اهل عمان، ولكن باذن الله لنا زياره قريبه باذن الله. باذن الله تنورنا في استديوهات الشبيبه هنا، مما يشرفني والله العظيم، هذه ديرتي فلان. يعني حط في بالك وحط في جدولك انك من توصل عمان من ضمن المحطات اللي تزورها استديو الشبيبه. وما يحتاج اساسا تعزمني، انا بعزم نفسي على المحطه. مكانك يا راكان. راكان سؤال مهم كثير وايد، يعني هل راح تكون في اعمال جديده لراكان خلال هالفتره؟ هو اللي ما يخليني للامانه اني اغرد بشيء جديد انها راح تكون كلها اعمال باذن الله، لكن
لان اكثر اللي يطلبون ودهم بجديد ودهم جديد فتسمحون اسميكم جديد سمعت شيء ما بعد. انا والله ما ودي نسولف عشان نخلي البث كله لك يا ابو ملاهي يعني حس ان احنا ما بنسرق الوقت من عندك بما ان الوقت وايد قصير اللي بتكون فيه موجود معانا. ويبقى شعوري لكم كلام ويبقى كلامكم لي شعر. الله عليك. الله 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 الله. نسمع الجديد اللي ذكرته قبل شوي. ممتاز. أقول ما بين صمتي والملام يضيع في صدري كلام وشلون بقوى لو رضيت والوقت قاسي ما حكيت مرضى صنفاف الحلول باين على وجهي ذبول يا أخي ترى غيابك ألم ومن الألم مدري إيش أقول آخر محطات الرجاء قبل الوداع أخاف من لحظة تؤدي للضياع شعور يدعي للرحيل كنا نشوفه مستحيل وشلون ترخص حبنا حب من الود انبنى أنا مصيبة مزمنة للتهلكة دايم تدور غير صدري تملكة من قبل نتوادع هنا أنا ملازم للعنا وإن كنت ناوي للفراق روح وروح الله لنا. طبعا هذه غنائية وإن شاء الله بيشلها أحد المنشدين العمالقة في المملكة العربية السعودية. الله الله وإن كنت ناوي للفراق روح وروح الله لنا. جميل المقطع الأخير يا أبو ملهي وعميق عميق جدا عميق. عورني عورني قلبي وأنا بس أسمع الأبيات صراحة يعني عن الوداع وغيره كذا فالله لا يجيب الوداع إن شاء الله. امين وانا اسف اذا بعض الجروح تتشابه يا شيماء. شيماء دمعتها نزلت ايش سويت ابو ملهي صيحت علينا شيماء. انا عاد مره ما يبالي مسة ترى يا رب ام دميع على طول مره. لا اجل كذا نوقف. ايوه يعني كذا كلمات حلوه كلمات غزليه ممكن يعني فيها نوع من الامل والتفاؤل بس الوداع ايش اللي خلاك تكتب عن الوداع اساسا راكان؟ الوداع الوداع يعني كلنا نؤمن بالوداع أساس. صح دوام الحال من المحال في الحياة وهذا أتوقع يعني أوجع شعور أساسا فعلا هذا أوجع شعور. الله الله احنا والله ودنا الوقت اكيد 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 ومثل ما قال شيماء الله لا يجيب لحظات الوداع ويقرب دائما لحظات الفرح والابتهاج والسرور ان شاء الله يا رب لنا ولك ولراكان اللي كل من قاعد يتابعنا الحين. يعني انا ما اعرف باخذ بعض الطلبات من الناس اللي قاعد هذا في قصيده طلب قصيده عيون شنعاس. يقول عشان أذكرها أو قصيدة لا تصدين بعيونك. طلبات موجودين الجمهور والله تخيل. يقول عيون نعس صواريخ عليك وأنا أدري صار الأحلام شعب والسكة طويلة تنتهي بشيء بدايات السعادة ومفليت للهفة جديلة تنزل الشاعر تنازل من عناد أشياء كان وشياء الصوت 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 راح الصوت أبو ملهي روحت الصوت راح الصوت عنا راكان. يا راكان زعلان 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 علينا الشبكة راح الاتصال كامل ما ودعنا أبو لا هي اعتقد راح الاتصال. احنا بنطلع لفاصل قصير جدا بنرجع مع براكان لان لازم نودع ما يصير عاد موجود بعد معانا بعد هالابيات اللي وصلتنا. لا تصدي بعيونك لا تصدي بعيونك على التليفون وتتصلي في براكان شيماء. يلا نروح ونرجع ان شاء الله. انا احس بالي البدله طلعت الاغنيه. يلا معلش نرجع مره ثانيه اكيد ويا ضيف حلقتنا لهذا اليوم راكان حياك الله من جديد. الله يحييكم وايام باك ايام ويلكم باك دامك باك ابو ملهي حياك الله ويلكم باك. طيب كنا في قصيده لا تصدي بعيونك عشان ما يعني نزعل اللي كان طالبينها لانها ما كانت واضحه انقطع الصوت عنها. طيب يقول عيونش النعس صواريها عليله وانا صدري صار لاحلامك وساده سلسبيل شعد والسكة طويلة تنتهي بشيا بدايات السعادة يوم فليتي من اللهفة
جديدة، فزل الشاعر تنازل من عناده، شاعر إش راكان وشياش جميلة، غايته ومناهية أولا أمراده، يا طموح اللي من زحول القبيلة، لي مزاج ما يبي غيرش قنادة، يوم كنتي في عيوني مستحيلة، صارت يديني على عنق شقلاد. الله الله يا سلام يا سلام، صح لسانك. هذه القصائد الحلوة يا راكان. صحة أبدانكم، الله يعيك. طيب لي جوك. طيب احنا تقريبا وصلنا لختام هذا اللقاء الجميل. راكان، نترك لك المجال انك تعطانا كلمة أخيرة توجهها لكل من قاعد يتابعنا، لكل من قاعد يسمع عثير الشبيبة الحين، وراح نختم بعد هذه الكلمة ان شاء الله بقصيدة من اختيارك لختام هذا اللقاء البسيط والخفيف والجميل. اولا يعني ما انسى اول شيء اني اشكر اخ عبد الله واشكر اخت شيماء واشكر اذاعتكم اذاعه ادرينالين وكذلك الشعب العماني كافه، لهم جزيل الشكر على 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 ما هم اساسا يقدمونه، سواء على ارض سلطنه عمان او انهم يكونوا سفراء لعمان ويمثلونهم خير تمثيل عندنا هنا في المملكه العربيه السعوديه. الشيء الثاني أشكر منهم وقود راكان بالبهتي، جزيل الشكر. أنا للأمانة رافع رأسي في كل محفل وفي كل مكان، والسبب من بعد الله سبحانه وتعالى هم. الشيء الثاني أشكر كل من يشاهدنا الآن وكل من يتابعنا وكل من يسمعنا، اللي أعطانا جزء من وقته وأنه تابع هذا اللقاء. الشيء الأخير اللي بقوله، كان ودي للأمانة أني أكون بينكم مو باللقاء عن بعد، لكن إن شاء الله ودنا إحنا كان بعد، لكن بإذن الله إن شاء الله أن في زيارة قريبة لي في سلطنة عمان وإن شاء الله نجتمع مع بعض بعون الله تعالى. أختم فيها، أنا ما ودي أوصل لمرحلة الختام لأني أساسا مستمتع معكم، لكن فيها قصيدة اللي هم يطلبونها لا تصدين بعيونش، ما قلت لها أنا كاملة، يقول لا تصدين بعيونش طالعين، الشعور اللي من أول تذكرينه يوم كان الضحك ما بينش وبيني يستفز الحزن، لا تصدين بعيونش كلميني، يا بعد روح القصيد ونور عينه، لو غلبش الصمت مرة انطقيني، شاعر من حرف تشتغرش تكتبينه، وانتباه عيونش النجلة بعيني، وزع شعوري على كل المدينة، فاتشنش في خيالي تملكيني، وكل شارع في طريقي تسلكينا، مرحبا يا فرحة أيامي وسنيني، مرحبا يا قلب شاعر تسكنينا، مرحبا والمرحبا مني وفيني، لن شنتي من يسار ومن يمينة، لو أتوه بعالمش ما أقول ويني، عالمش فوضاي يد الرسمينة. الله الله الدر الثمين، جزاك الله خير وما قصرت وملهي على هذا اللقاء جميل، وسامحنا خضينا من وقتك الوقت الكثير، وودنا كان الوقت طول معاك، لكن ان شاء الله مثل ما ذكرت ان تكون موجود بيننا هنا وندردش ونسولف ونفتح المجال عندنا وناخذ البث واليوم كله ان شاء الله. الله يرضى قدرك يا عبد الله يا حبيبي، واستمتعت معكم جدا جدا، ونحن سعيد كثير بوجودك ويانا عبر الأثير راكان، وإن شاء الله مثل ما قال عبد الله المرة الجاية بإذن الله تعالى راح تكون من داخل الاستوديو بحول الله وقوته وما يشرف بإذن الله. نتمنى لك يوم سعيد، وخلينا نختم هذا اللقاء بأغنية رامي صبري لما يقول عيوني لما قابلوني، بما أن أغلب قصائدك تتكلم عن العيون فقلنا خلينا نختمها بعد ويا العيون. شغال المخرج أبو ملهي شغال. مخرج كبير. شكرا لك يا راكان، نتمنى لك يوم سعيد بإذن الله تعالى. الشكر موصول لكم يا مرحبا ومسلا. مع السلامة.